أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبك ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تحملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأخواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوكم لآبائكم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ومباركم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. نبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الكتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقه وعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور وإذ قال طائفة منكم يا أهل اليثرب لا مقام لكم فارجعوا فيستخزن فريق منهم نبيا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا
ولو دخلت عليه من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يخصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم قلما إلينا، ولا يكتون البأس إلا قليل. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يبدوا لو أنهم بعدون في الأقرب يسألون عن أنبائكم، أولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله باليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادكم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنكم من قضى نحبه ومنكم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنون القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ذاكروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتخسرون فريقا،
وأوسعركم وأرضعكم وديارکم وأموالکم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتحمل ذلك النكت أجرك مرتين وأكتدنا لك رزقا كريما. يا نساء النبي لستن النس يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تكيتن فلا تقضين بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا محروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبور الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات وخاشعين وخاشعات ومصدقين ومتصدقات والصائمين والصائمات وحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لكم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا يؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخزية من أمرهم ومن يخص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليك ونعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي
وتكفي في نفسك مع الله مبديك وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها فلما قضى زيد منها وتارا زبجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على نبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وختم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليجزيكم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لكم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك
فما ملكت يمينك مما أفعل الله عليك. وبناتي أميك وبناتي أماتيك وبناتي خليك وبناتي خلاتك وبناتي خلاتك اللاتي هجرن معك وإمرأة مؤمنة وخبت نفسها لنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتكتي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أحجبك خس ولو أحجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ذاكرين إنه ولكن إذا دويتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستخنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليكن في آبائكن ولا أبنائكن ولا إخوانكن وأبناء إخوانكن ولا أبناء أخواتكن ولا نسائكن ولا ما ملكت أيمانكن.
وتكن الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يكذبون لك ورسولك لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يكذبون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يخرفن فلا يكزين. وكان الله غفورا رحيما. فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاريونك فيها إلا قليل. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألونك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوهكم في النار يقولون يا ليتنا أخذنا الله وأطعنا رسول أطعنا الله وأطعنا رسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أردنا الأمانة عن السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الرحمن الغفور وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يحسب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب وضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشرح نفسك بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في سرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان ريح غدوها شهر ورواه شهر وصلنا له عين الكتر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيا. اعملوا على داود شكر.
وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. فلما قرت بينت الجن أن لو كانوا يعملون الغيب ما لبثوا في العذاب المقيم. لقد كان لي سبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأخردوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفر، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينكم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلى فريق من المؤمنين. وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما لهم فيهما من شرك، وما لهم منه من ظاهر، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا يستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.
قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضكم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما وروا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناه من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مكشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة
أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبك من جنك، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. قل إن دللت فإنما أدل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وكيل بينهم بين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب.